أخبار اليوم. يعني حضرتك ان واحد ركب عربيه على الطريق فعلا ماشي بيها واي خطا بيعمله الجهاز بيقول له اوصف له عمره. اخر اشاره خبط عربيه ركب مع الرصيف سرعته زادت عن الحد المسموح. قبل ما ياخد نصف قياده قبل ما ياخد نصف قياده هنا النظري وهنا العملي وهنا القياده بالعربيات برضه.